يعتزم البرتغالي جوزي مورينيو والمدير الفني لتشيلسي الإنجليزي القيام بثورة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة والاستغناء عن عدد كبير من لاعبي الفريق في كافة خطوط الدفاع الوسط والهجوم، أبرزهم الكاميروني سامويل إيتو والإسباني فرناندو توريس، إضافة إلى أوبي ميكال والظهير الأيسر أشلي كول والبرازيلي دافيد لويز. ويبقى برشلونة الإسباني يصارع كل من بايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي على خدمات البرازيلي دافيد لويس، فيما يعاني أوبي ميكال من التهميش والتجاهل بعد تعاقد تشيلسي مع صربي نيمانيا ماتيتش من بنفيكا البرتغالي في الميركاتو الشتوي الأخير.